مدير شركة ميبكس. أنا محمود البنا. اسمي سعد سيد. شركة ميبكس يعني من ساعة ما ابتدت وهي بتشتغل في تصميم وتطوير دوائر هتستخدم في الجيل الجديد من الهواتف الذكية والتابز، وهي يعني تركيزها الأساسي على المنتجات اللي هي عندها يعني ريزوليوشن أو دقة عالية جدا اللي هي معروفة بالهاي ديفينيشن. كل عملاء الشركة من أمريكا الشمالية أو من جنوب شرق آسيا أو أوروبا. شغال في حاجة اسمها ديجيتال ديزاين، ده في مجالات كتيرة، فرونت اند وباك اند. يمكن أنا كان حظي كويس إن أنا اشتغلت في كذا ليفل، يعني دي تالت شركة اشتغل فيها فتعرضت لحاجات كتير، وده بيقول برضو إن مصر فيها يعني كل أنواع الشغل في المجال ده. يعني ده الفيلد اللي فعلا إن شاء الله في أمل إن هو يكبر، وده اللي هيوفر فرص عمل كتير قوي للناس في مصر. اكيد انها هتكون حاجه حلوه جدا ان انت بتشتغل في مجال متعلق شويه بالبحث العلمي، ما فيهوش روتين، كل يوم بتكتشف حاجات جديده، كل يوم بتحاول تتعلم حاجه جديده عشان تضيف لنفسك وتضيف لشركتك. الـ VLSI والـ IC Design من المجالات الواعده جدا، ويعني ممكن يكون ليها يعني سوق كويس جدا هنا في مصر، وفي نفس الوقت مصر تمتلك العنصر الرئيسي في الصناعة دي وهي عنصر الموارد البشرية. لو بتكلم عن حاجة مطلوبة يعني عشان نكبر المجال ده في مصر، هو اوريدي بيكبر بمجهودات فردية شوية. لو احنا بنطلب بقى دور الحكومة، نشوف دور الحكومة ازاي تدعم الشركات دي في انها تقوم توفر لها التولز اللي هي محتاجها في وقت من الاوقات. في بداية كل شركة بتبقى أصعب مرحلة إن هم محتاجين تولز، محتاجين مهندسين كويسين. بعض تنمية المهارات دي وإعطائهم العلوم اللي هم محتاجينها، ده ممكن فعلاً يؤدي ل يعني يكون من الأسباب النهضة في مصر اهتمام بمجال زي مجال تصميم الدوائر المتكاملة.